وي آسفة حبيبتي، آسفة. اصبر شوي. آسفة حبيبتي، ترى ماي مو وسخ، يمكن ينظفك من اللي سويتيه. أنا أحب فهد أخو طلال. هو يحبك؟ إيه وايد. أنا بقدم على أوراق النقل وأنت اللي بتخلصينيهم. حبيبتي أنا أول وحدة داوم بالوزارة عشان أخذ أوراقك وأنقلك. ما راح أخليك. أنت شلون مسافرة دبي بدون ما تحكين؟ إيش فيك؟ حط ببالك إن أنا طلعت عند أمتك، يعني مالك حق تسألني. يلا عمي ضاري. هلا أبو جويس. شو الصدفة الحلوة؟ الكلام اللي بقوله وايد مهم إنك تسمعينه. خلصني قول إيش عندك. حبيت أقول إيش دريت بسالفتك أنت ويا فهد. المنسق العام حق قائمتنا. حبيبتي دير بالك، هذا شكله وايد حقير. أبو الشباب اللي تكلمينه فهد مغيره، يتنازل عن رئاسة القائمة عشان أصير أنا الرئيس. أنا شكو. شوفي عاد، مسألة إنك تطلعين من الموضوع ما راح تطلعين. أنا ما صدقت على الله ألقى هالفرصة. قولي حق فهيد خليه يتنازل عن رئاسة القائمة، ولك مني أطلع من حياتك مرة واحدة. ماشي؟ عن ابنك. عفوا إيش سالفتك واقفة وياه؟ ماكو شيء ماكو شيء. يلا أنا عندي محاضرة. ربينا مستأنسة أنتي معي بالدوام، خلاص نقلتي. ترى المدرسات كلهم طيبات راح يصيرون ربعك. زين والطالبات شلونهم البنات؟ يننون ما فيهم شيء، يعني تعرفين جيل جديد يبي لك شوي تعاملين معهم، عندهم حركات بسيطة بس أنتي تفهمين. حنمشي الحال معاهم. صح. أنا أحس إن الطالبات وايد مهم إن أنتي ترتاحين معاهم عشان تقدري تدرسين. عارفين شلون تدرسينهم تشرحين لهم. صدقين عاد أنا كان ودي أسير مدرسة. صدق؟ والله. بس بحكم إني أنا تزوجت صار عندي بنت ما قدرت أكمل دراستي. بس كملت بالمعهد التجاري. صرت سكرتيرة بمدرسة، أشوف المدرسات رايحين رادين وأنا قاعدة أطالعهم. ترى أريح لك، يمكن الله يحبك. إدارية مرتاحة، إحنا اللي قاعدين نكرف ترى. أنتوا قاعدين مرتاحين ليه صار شيء هناكم؟ أدري. سويتي على سالفة شقتك؟ سويتي شيء؟ مترددة. هو شو مترددة؟ بيبي ترى أنت بعمر لازم تكوني صاحبة قرار. تفكرين وتعرفين شو اللي تبينه وتاخذين قرارك. بنتك على كبر، هذه بنت مو ولد. تحتاج خصوصية، غرفة تقول لك شيء، يصير معاها شيء. حتى أنت تحتاجين بيت تاخذين راحتك. بعدين حتى راتبك يكفي، يعني ما عندك ظروف انه ما تسمح. هو صح كلامك، بس انا اهلي ما راح يرضون. وهم مو علشان هم موافقين فيني، لا، بس هم متعودين يشوفوني شيء قدامهم. هم كذي كلهم كذي، مجتمعنا كذي بيبي. فكره ان واحده مطلقه وتعيش بروحها صعبه، شلون يرضون؟ بس انا بقول لك شيء صار مع بنت خالتي نوال تطلقت. تدري سوت؟ خذت اخوها معاها بالشقه، ما حد يقدر يتكلم. اخوها معاها، هي ماخذه راحتها وخصوصيتها، لكن اخوها معاها بالبيت. هي فكره ان المراه مطلقه عايشه بروحها شوي، ناس تتحسس. صح. مجتمعنا كذي وتربينا كذي ولازم نتقبل. كلمي اخوك. والله فكره، قولي له. ما اتوقع بيقول لك لا، انت دافعه الشقه دافعه. يقعد معك. راح اكلمه. كلمي شوفه. بعدين كذي تبتدي حياه جديده، صفحه جديده، دوام جديد. كل شيء جديد. حتى بيتك جديد. الدنيا للحين فيها خير والناس فيها خير بعد مثلك. هلا هلا حبيبتي. هلا ماما. ايش فيك يا عمري؟ ايش فيك؟ ايدي ابي امي. يا بعد عمري متضايقة مشتاقة حق امك؟ يا روحي انت حبيبتي، الحين انا ادق عليها واشوفها وينها. اوكي تزعلين. يلا شوفي امك هذه الهايته وينها. السلام. تو الناس ايش حقا جايه بعد؟ كان ضليتي لاخر الليل؟ ايش دعوي مش فيش تحاشيني كذي؟ وينك فيه من صباح الله خير؟ مو رادة على أحد ولا تقولين وينك؟
بنتك مشتاقت لك، ايش فيك انتي؟ مو راده علينا ليش؟ لا تطالعيني كذي، قعدي جاب لي بنتك. ماما ايش فيك؟ ليش زعلانه؟ زين ايش رايك اطلعك اليوم؟ لولو هذا الشيء بيلاحقني. ألو سلم اسمعني، حركات هذه اليهال إياني وياك تعيدها. خيتي موضوعي متى بيتم؟ خلاص أنا بكلمه، قلت لك راح أكلمه خلاص، بس عطني وقت، عطني فرصة. ماشي خيتو، لا تبطين علي ها؟ رجاء إنسان، لا تعرضني، لا بالجامعة ولا بالشارع لا بالبيت ولا بمكان ولا تدق علي. وأنا وعدك إني راح أكلمه خلاص. حاضر، تامرين أمر أنت يا بنت جيراننا. يلا يلا أوكي، يلا باي. الحين أنا قريت معك. أبيك أنت تردين تقرين بروحك. يلا أوكي. يلا من أول. عاش في الغابة أسد مفترس وثلاثة ثيران. إيه علي صوتك بسمع. إيه. وأسود وأحمر وكان الأسد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها إيش عندك؟ قاعدة ترسم بنتك غريبة. شلون يعني؟ أنا اللي رايح واللي راد يقطع علي كلمة؟ شايفتني مهيتة بنتي؟ زين هدي قاعد خشمر معاك، دعوة؟ أنت ايش فيك؟ صايرة أعصاب؟ عسى ما الواحد قالك كلمة شبيتي بويها كأنك شبريت. ما علي بدور أنا شوي نفسيتي تعبانة وما تحمل غشمرة. خلاص يبا قاعد غشمر، خلاص آسفة. لولو تعالي قومي خليني أشوف شنو قاعد تكتبين. لا ما أبي، أبي أمي تدرسني. إيش توعاد من زين تدريس أمك؟ أمي تشتغل بالمدرسة، أنت للحين ايش تدرسين؟ مصيبة، زحمتني. عفية بنتي تعرف ترد. لا حبيبتي لسانها هالطول، أي عفية بنتي؟ باكر لك برد شنو بتسوي هذه؟ لا حبيبتي خليها كذي أحسن، بهالزمن اللي ما يعرف يرد ينوكل حقه. والله. تعالي كملي، خلينا نخلص ندرس عشان بعد شوي أعطيك آيبادك تلعبين، زين؟ أوكي. يلا، وين وصلنا احنا؟ وين وصلنا؟ وإيكاه يحاول بين فترة أخرى أن يهجم على هذه الثيران. ها عمي قاعد بروحك إيش عندك؟ وقاعد بروحي قاعد أقرأ كتاب. أيوة يا حركات، يعني نظام أجنبي وشي حركات. زين أمانة شنو؟ مو ملل؟ لا عادي. ايش رايك نروح نقعد بمطعم يدي تو فاتحينه؟ بس هذه لا حزت غدا ولا حزت عشاء. زين عندي خطة ثانية. شنو؟ نطلع من الحين ونروح تشتري لي ساعة أو سوارة. واو. أي براند أنا وايد راضية. زين وعقب ما نخلص نفطر لنا كم فرة راح يكون حزت عشاء، ايش رايك؟ ما عندي مشكلة، بس بروح أنا وياك بروحنا. ليش ما تعزمين بنت خالتك هاجر؟ من صدق قلبها راح يوقف بالوناسة. زين أوكي كلميها وكلمي بيبي بعد، حرام قاعدة بروحها يعني. بس تم، حين أكلمهم. بدك على بيبي أول. الحين احنا القصه اللي قريناها شنو؟ عن الاسد والثلاث ثيران. المفروض ان انا عقب ما قريت القصه معاك كلها اذا سالتك الاسئله تعرفين تجاوبين عليها. اوكي؟ اول سؤال
دقيقة ماما. ألو، هلا بدر. لا تكفين، مالي خلق أطلع. واللي حافيك مالي خلق حنة أمي. بعدين أنا قاعد أدرس لولو وباكر وراي دوام، لازم أنام باكر. حبيبتي أنتي، والله مالي خلق. يلا باي. كمل. تبين أقرأ لك القصة مرة ثانية ولا فهمتي؟ لا والله ناسة. عمي هلا. عاد مثل ما وعدتني تاخذ لي شيء اللي بخاطري. اي يلا. وهذا هو المحل. شوف 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 الصدفة. طيب. اي تعالوا تعالوا تعالي تعالي خلي شوف. انا هني عاجبتني. شوف هذه الساعات. اباي هذه حدها نار. اي هذه عجبتك؟ اي اي وايد نار. اوكي بدور اي واحده تبي؟ هذه اللي بالنص. اي واحده هذه يمها؟ اي قلدتني. اوكي اكسكيوز مي. اي ونت تيك ذيس تو. This one? No, the gold and the silver one. This one? Yeah. شكرا عمي. ولكم بالعافية عليكم. عجيبة عجيبة. تعالي حجر. اوكي عطت. مشكور. ويلكم. مشكور بس ما كان له داعي. شنو ما له داعي؟ عادي بس دعوة تستاهلين. الو هلا منى. وحشتيني يا المليقة. لا والله صدق من صدق بشوفك. خلينا نطلع نسوي شيء. لا واللي عافيك. الساعة 8:30 توني من أم لولو ورانا دوام. ترى رايلي بالشالة يرجع ويه الصبح وبنتي ندوي نايمة ما عندي شيء أسوي. صدقين عاد أنا ما فيني النوم بس قاعدة أغصب روحي عشان الدوام. يلا عاد خلينا نستانس. شنو يعني ساعة ساعة ونص؟ ما بيطلع بروحي. تعالي معي تكفين. ماشي ماشي بس تعالي أنتي مريني. يلا على ما اقوم اجهز. اي طبعا اكش اخويك. يلا باي. ايش فيكم ساكتين؟ شنو ما عجبتكم الطلعه؟ لاوي حدنا استانسنا. يعطيك العافية جد جد استانسنا. الله يعافيك. وهاجر ايش فيها ساكتة؟ لا بالعكس انا وايد استانست معاكم. ثانك يو على الطلعة الحلوة. الله يعافيك ان شاء الله. بلا عندي. عندي رفيجة اخت. تعرفين لما يقولون عديلة الروح؟ نصي الثاني كانت توأم روحي. تعرف عني كل شيء وعارف عنها كل شيء. تربيت معاها اهلها ربع اهلي على طول. احنا متربيين بيت واحد وجيران مواليد نفس الشهر. اول حب بحياتي هي تعرفه ولد جيران. حب عذري ما نعرف صغار احنا. لما ادق عليه تقعد تراقب لي عشان ما حد يطيح علي من هلي اخاف. ولما يطيحون علي تقول عشان ما يعرفون يا انا يا انت. تغطي كل عيوبي. رفيجه اخت تحبني ساترتني. فاجأتني بالجامعة رابطة مستقبلها بمستقبلي نفس التخصص في أمي بالجامعة. يا عمري بسم الله كتب انتم رفيجات. ليش وين راحت؟ الله يرحمها راحت مكان أحسن أحلى من كذي. أنا متأكدة أنا مطمنة راحت عند رب العالمين. منى أنا آسفة لو أدري ما سألتك. الله يرحمها يا ربي. عادي بني آدم كلنا لنا يوم نموت. صدق الفقد يتعب والشوق يؤدي. سبحان الله
الله يعطيك القدره انه يجبر بخاطرك وتنسين مع الايام. انت انسان حس في شيء ناقصني، ولهيت بالدنيا، تزوجت وعيالت واشتغلت وركزت بشغلي، بس دائما احس انه في شيء ناقص، وبنفس الوقت احس هي امي، احس روحها ما تخليني. ليه سبحان الله الله حطك بطريقي. اقول ما بي صديقات، ما بي رفجه، بس تشبهينها نفس النوايا، صادقه، قلوبكم بيضاء. يمكن الله عوضني فيك. ترى الانسان يحتاج يكون عنده رفيجه فضفض لها، تفضفض لي، تشيلني واشيلها، تساعدني. وإما كان في شيء، مجرد تطالعيني تعرفين ان انا متألمه. كل شيء تشاركنا، حتى الحادث اللي احنا فيه. انا دخلت العنايه وهي ماتت. ما ابكي لانه هي راحت، انا مرتاحه، بس انا اشتقت لها وايد. انا وايد احبها. الحمد لله. حبيبتي منى. لا لا لا، ما داعي تبكين. صعب بهالدنيا تلقين رفيج، وايد صعب. رفيج يحبك صدق، يخاف عليك، يعطيك كل ما فيه. مثل ما انت عندك قصه ومتألمه منها، كل انسان عنده وياه يتكلم فيه. تدري ان انا عمري ما تكلمت بهالموضوع، حتى اهلي ما يتكلمون معي فيه، بس ارتحت لك من اول ما شفتك، حبيتك. انت ما تدري انت وانت قاعد تحكين قاعد تقطعين قلبي. تدري ليش؟ كل اللي قاعد تقولين انا كنت اسويه مع رفيجتي. رفيجتي اللي خونت فيني وخذت رايي. هم انا ربيت معاها ببيت واحد، كانت مو رفيجة، كانت أخت. ما تخيلت إن أنا ممكن بفتح قلبي أشارك وحدة أسراري عقبها، بس الحمد لله الله عوضني فيك. تدرين أحمد ربي كل يوم أقعد أصلي أقول يا رب أحمدك وأشكرك على النعمة اللي أعطتني إياها. أنت وايد شيء كبير بالنسبة لي. أنا ما أخذ لك صديقي. دمعتك غالية ترى، لا تبكي. بيبتي أنت. بس عمو بالعكس، ذكريات حلوة رغم الفقد. صح. الحمد لله على كل حال. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي باش عندك؟ شم قاعدك للحين؟ قاعد ما ياني نوم وقلت انطركم. بيبي وينها؟ بيبي مو ويانا، رحت غرفتها ما لقيتها. شلون بس سيارتها برا وهي قالت لي بتقعد فوق مع بنتها؟ هي ما كل العافية تلاقيها راحت من مشوار قريب مني ولا مني. بيبي مو صغيرة. يبا انا بروح انام، تصبح على خير. وانتي من اهله محمد، عسى ما شاء. العيال كبروا وكبرت مشاكلهم بعد. ماكو شيء يسوى تحرق اعصابك عليه. وسع صدرك وعلى اخوك. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. عيبه قاعد؟ اي قاعد. يعني تدرين ان انت متاخره. تو الناس الساعه 10:30. يبا انت لانك متعود تنام مبكر حسبالك الوقت متاخر. بعدين انا لما طلعت كانت كذي الساعه 8:30 9 الا. وين كنت؟ كان ضايق خلقي وطلعت ويا منى اتمشى معاها. رحت مشوار بساعه ورديت. ليش فيها شيء؟ طبعا فيها. ما قلتي لامك؟ ما قلتي لي؟ ما كل العافيه يا بيبي، بس ابوك كان يحاتيك ليش انت ما اعطيتي خبر؟ اي لان ادري انه هو واثق فيني. اقصد كان واثق فيني. ما عليه يا اخوي، هد اعصابك، هد اعصابك. ما يسوى خلاص يبا، العيال كبار، ما يسوى تحرق اعصابك على كل صغيره وكبيره. بس ولا اخوك ماكو شيء.
بيبي. الو بيبي، ردي علي الله يخليك. بيبي انا راح اقول اللي عندي. انت دامنك فتحت الخط، انت تبين تسمعين، خل اقول اللي عندي. بيبي انا اسف، والله اسف، ادبني سويت وجهي وعورت قلبك، بس والله العظيم غصب علي، والله العظيم غصب علي حبيته. بتقولي لي اللي بتقولينه حبيته؟ انت عارفه ان الحب هذا غصب علي وعليك، شيء لا بيدي ولا بيدك. ادري بتقولين الحين اذا شيء ما الحب عيل، انا شنو؟ انت حبي الاول، انت اختياري الاول، انت ام لولو، انت الشيء اللي ما يتعوض، الشيء اللي ما يتبدل. بيبي انت غير، والله غير، والله العظيم حبك غير. زين على الاقل اذا انت خلاص كرهتني ولا غيره، نعدل العلاقه شوي. كبري مخك الله يخليك، اذا مو عشان البنيه حرام. خلي علاقتنا فيها ود، خلي البنت تربى بجو طبيعي على الاقل بين ام وابو، ما بينهم صراخ، ما بينهم مشاكل. ما تكرهيني، ما اكرهك. بيبي الله يخليك تسمعيني، ردي علي، ردي علي، اي كلمه ردي علي بس. البدايات الجديدة احنا نصنعها، انت ابتدي بداية جديدة، بداية فيها قوة وعزم وتفاؤل. اللي راح لا تفكرين فيه، فكري في باكر، فكري في عيالك، فكري في نفسك بس. ها ماما اشوف بيك بايت، يلا بيك بيك. ايوه ذهبتي جدولك؟ حطيتيك كتبك؟ اكيد. ايش كثر تحبيني؟ واي ابيش تصيرين احسن وحده بالعالم كله. يلا قولوا لي الاولى، احضروا صوره الكريم، من قال هذه المقوله؟ عليك
الحب فوق القوة، ترى ممكن يحطون لكم صح وغلط. تونا قايلين منو؟ كرم الله وجهه صدق يستاهل. الأمر غير حقيقي، شو يكون؟ صح بلاغي. يلا شطار بلاغي كتبوا. الأمر بلاغي من آداب الفصل أول شيء تدخلين بهدوء وتقولين السلام عليكم، وتستأذنين من مدرستك اللي واقفة عشان أقولش تفضلي قاعدي، صح ولا لا؟ ليش متأخر عن الحصة؟ كانوا مواقفيني مع الطالبات المتأخرين. ترى الدرس وايد مهم، طلعي كتبك وخذي دفترك وكتبي هذا كله. يلا يلا بنات، وين وصلنا حبايبي؟ صولة المعنى ها فكرتوا؟ عرف شو اسمك انت؟ انا بفهم شو اسمك؟ شيوخة. شيخة، اول ما دخلتي قلت ايش قاعدي بهدوء، وهذه ثاني مرة، اي تصرف ثاني راح تطلعين برا، تفهمين ولا لا؟ لا. شيلي كتبك وطلعي برا. ترى غير سالفة هذه، طلعي دشي قعدي، شنو فيه؟ ترى صار لي ساعة واقفة برا، انا تعبت. تفضلي لو سمحتي طلعي برا قبل نادي لك الإدارة. يلا سكري الباب. شنو قلتوا؟ نفس وشنو؟ يعطيك العافية. الله يعافيك، أول يوم تعب بعلي شوي شوي صوتي راح. حياتي ومرت توني شفتك مشتطة. سويتي انتي؟ والله مش ولا بد. شلون يعني؟ ما أدري يعني مكان جديد شي شوية الوضع على ما ترى. بس مدرستنا شرحة وطالبتنا يعني مسلسين بالتعامل. لا سوري اسمحي لي، طالباتكم ما شلون صايرين؟ أحسهم شي مبلتعين خرب. مراهقين بيبي مراهقين، هم كذي. أنتي لا تشدين الحبل ولا ترخين، وإذا حسيتي واحدة بتطاول عليك أو متمردة وقفيها عند حدها على طول، يخافون. ما علي منهم، أنا ما أشوفهم وايد عندكم. تريقتي؟ لا والله شرب قهوتي وأنا جاية. ما قلتي شيء؟ لا. تعالي بسرعة. وين؟ وين؟ شغل. يا رب إنه فجأة تعجب. من شي يا أبو؟ عليكم السلام، حطي الفطير هناك. أحسن. أنا كل ما بشوف الفطير. تعالي وأنتي ساكتة، قولي لي شنو كله تسألين؟ بيبي. أهلاً وسهلاً. يلا ريوق الزهر. أنا عشاني؟ طبعاً. أبو صدمتيني. أضبطج. الصدمة براحتك، بس يلا نفتح لحسن على صفر بطنك. يا وعدهم. يلا يقطع سوالف. عشان أنا أكل مو عشان. يلا يلا بسم الله. يلا بسم الله. بسم الله. يلا. يلا. وين ياي؟ يلا كيف جاي؟ هذا خليه اخر شيء. تو ما نورت مدرستنا. نور نوركم. مشكورين. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. طبعا سويت لكم شيء لكم كلكم. انت اول وحده. دي روان كلش ولا نوره. لولو ماما قصري على صوت الايباد، صدع راسي، ماني قادره، انا بروحي راسي مصدع. وبعدين ليش انت قاعده بهدوم المدرسه للحين؟ ليش قاطه جوتيك هني وجنطتك واغراضك؟ ليش ما بدلتي؟ قاعده حاكي منو؟ يما ايش فيك حاطه دوبك ودوب ياهل؟ انا الحين صرت حاطه دوبي دوب ياهل؟ وبعدين انت ايش دعوه تدرين عن بنتك؟ هاي تتلي ويا هذا اللي اسمها منى، ما ادري منين طلعتي لنا فيها. الحين كل هذا علشان امس طلعت معاها مشوار بساعه؟ ترى انا مو من كثر طلعاتي يما ايش فيك؟
أنا ترى من قبل ترى اللهم دوام وارجع البيت، مو مهيتة بنتي أنا. لولو ماما روحي حق ماجي، قومي. بيبي يما ما علي ما يخالف شوي، أنا تعبانة. يما أنا اللي تعبانة وما لي خب نفسي. قاعد ناديك حق الغداء. ماني ماكله، روحك لنتي بروحك بابي بالعافيه. انت ايش فيش صايره تتزعلين بسرعه؟ انا اللي اتزعل ولا انتوا كل واحد فيكم صاير علي شرطي؟ بيبي ترى الموضوع ما يستاهل، امي تعرفينها ترى حزت الحزه تعصب وبعدين تهدى وكاهي طخت، ناطرتش اصلا انتين. ماني ماكله، ماني قادره اتحمل كلامها، قعدت لي قاعده بالراحه والرده. بيبي ترى امي ما تقصد بس قاعد حاتيك. ليش انا ياهل؟ من تطلقتي هي قاعد تعاملني كني ياهل؟ انا قلت اعوذ من ابليس ويلا قومي تغدي. بدور تكفين، مالي خلق اكل، روحي اكلي انت عليك بالعافيه، ما ابي اتكلم. يلا يما قومي خلينا نتغدى. يلا انا اتغدى معك. يلا فهد، إذا فضيت كلمني. هلا. هلو هلا بدر، شلونك؟ أنا بخير وأنت؟ عايش. استغربت لقيت منك مسج. إيه كنت بعتذر على الموقف اللي صار بالجامعة، كنت شوية معصبة. إيش كان يبي منك؟ ولد فريجنا. أدري إنه ولد فريجكم، بس هذا ما يعطي الحق إني يسولف وياك قدام الطلبة. إيه عادي، هو شافني وسألني على المواد هالكورس. المهم مو هذا موضوعنا. إيه شنو موضوعنا؟ بس أنا أبيك تنازل عن رئاسة القائمة. نعم؟